كنا نتكلموا على المقابله المنتظره ما بين جوفنتوس ولشبونه، لشبونه اللي ماهيش بعيده على السباق، وجوفنتوس ماهيش سهله عليها باش تربح. وحنا نعرفوا تاريخيا بالنسخه الجديده جوفنتوس مازال ما خسرتش في هذا الدور امام فرق تاع البرتغال، مازال البرتغال مازال ما خسرتش في هذه النسخه الجديده. جوفنتوس اليوم ما غاديش تصيب الورد قدامها، خاطش عليه حسابيا مازال ما بانتش، خاطش هي عندها سته والاخرى راهي ماهيش بعيده عليها. اسمحوا لنا اليوم تربح تولي معاها، حسابيا تولي معاها على هذيك. جوفنتوس ما غاديش تصيب الطريق مسرحه قدامها. اليوم غادي نشوفوا هذه مقابله مثيره، مقابله كبيره، ومقابله تاع شكون اللي كما نقول لك لشبونه ماشي باغيه تخرج من الباب الضيق، وجوفنتوس باغيه تتخلص من هذه المرتبه وتبعد تخرج لشبونه من الحساب. خاطش علاه فانيك جوفنتوس عندها 6 نقط، خاطش اليوم الا خسرت غادي تولي لشبونه معاها سي بوا سي بوا. على هذيك حسابيا مازال ما خرج والو، كيما انا نهضر لك مازال ما خرج والو. حنايا نشوفوا ماذا بينا، حنا نشوفوا مقابله جميله، مقابله تاع متعه، مقابله تاع حماس. هذه مقابله تاع حماس، مقابله تاع من اجل فرض السيطره في هذا وكما يقول لك التاكيد بان جوفنتوس ما تخسرش في البرتغال. خاطش على النسخه الجديده هذه قليل على بالو، النسخه الجديده اللي داروها تاع كوب دوروبا مازال جوفنتوس مازال ما خسرتش في البرتغال، ماشي مازال ما خسرتش كاع في الروح، مازال ما خسرتش في البرتغال. دير ماتشين تربح في البرتغال، دير كاع لي زيكيبات دير معاهم ماتشين تربح. على هذيك غادي نشوفوا مقابله شيقه، مقابله تاع فانيك نعاودوها، مقابله تاع مدربين. خاطش علاه مي رانا نقولوا مقابله تاع دو مدرب، يقول لك هذا اللي بدا يقول مقابله تاع لا هو مقابله. خاطش علاه ضروك الفوتبال راه قرايه، الناس اللي مازال تاوعنا هنا مازال ما يامنوش باللي الفوتبال راه قرايه، خاطش قادر المدرب هو اللي يربح المقابله. مدرب قاعد في البنك يربح مقابله، يقرا المقابله يعرف يخرج واحد يدخل واحد ولا يزيد ولا شو كي المهم يبدل الخطه يدخل واحد يخرج واحد المقابله تمشي له. هذه هي نشوفوا مقابله تكون جميله في الميدان، وما بين الحوار تاع تاكتيك دو جو ما بين المدربين، وفانيك ما ننساوش المتعه مع الجمهور هذه هي، والمعلقين فانيك ما ننساوش المعلقين اللي يديروا حماس في التلفاز. هذه هي وربي يحفظكم صحيتو، وغادي تكون الفوز لجوفنتوس صح.